أذهب غالبا إلى المطعم ساعة الغداء. ليس لدي الوقت للتسوق ولا الصبر للطبخ. لا أحب غسل الأواني أيضا، لذا أفكر بالزواج. لم أكن أتوقع ما حدث لي آخر مرة. أخذ دخيل مكانه على مائدتي وبدأ يأكل معي. تركت الأكل وبقيت أشاهد. التهم كل ما استطاع، حتى عصيري شربه كله. فسألته: والآن هل تظن أنه كان حسنا أن تأكل غذائي كله؟ وأجابني: ربما أؤدي عنك في المرة القادمة، فالحياة دوارة، واسمي عابد.